بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أعزائنا طلاب الصف التاسع في الجزء الثاني من الدرس الأول في التفسير، وهو بعنوان الندامة بعد فوات الأوان. أهداف الدرس: في هذا الدرس سنتمكن مع بعضنا البعض إن شاء الله من تحقيق هذه الأهداف الثلاثة الرئيسية. أولاً، الرد على شبهات المشركين لرفض الدعوة الإسلامية. ما هي شبهاتهم؟ وكيف رد الله عز وجل عليهم؟ هذا هو الهدف الأول. الهدف الثاني: بعض أهوال يوم القيامة التي وردت في الآيات الكريمة التي تلوناها في الدرس الماضي. أخيراً، ما ترشد إليه الآيات الكريمة. ثلاثة أهداف رئيسة: الرد على شبهات المشركين، ثانياً بعض أهوال يوم القيامة، ثالثاً ما ترشد إليه الآيات الكريمة. قبل أن نبدأ الدرس، عزيزي الطالب، استذكر معي المادة التي درسناها في الدرس الأول. تلونا الآيات وعرفنا المعاني، بعض معاني المفردات التي وردت في تلك الآيات. ثم بعد ذلك عرفنا في الدرس الماضي سبب نزول قول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه. وهذه بعض المعلومات، بعض الكلمات التي من خلالها ننشط المعلومات التي درسناها في الدرس الماضي. فمثلا، ماذا يعني قول الله عز وجل: لا يرجون لقاءنا؟ وقال الذين لا يرجون لقاءنا. حاول أن تستذكر مع نفسك ماذا قلنا في معنى هذه الكلمة ومعنى هذه الآية. ذكرنا أي أنهم لا يخافون ولا يتوقعون لقاء الله يوم القيامة. حسناً، هذه الآية: حجراً محجوراً، ويقولون حجراً محجوراً. ماذا يعني قول الله عز وجل حجراً محجوراً؟ أي حاجزاً يمنعنا منكم، أي عندما يرون الملائكة التي تبشرهم بالسوء. خذولاً، وكان الشيطان للإنسان خذولاً. ماذا تعني كلمة خذولاً؟ تعني كثير الخذلان، وهو التخلي عن الشخص وعدم نصرته. بسم الله، نبدأ بالهدف الأول. الهدف الأول: الرد على شبهات المشركين لرفض الدعوة الإسلامية. قال الله عز وجل: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. طلب الكفار طلبين على سبيل التعنت والعناد. أعد قراءة الآية وحاول أن تستنتج معي ما هذين الطلبين. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، قالوا، أي الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قالوا: لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. هذين هما الطلبين. الطلب الأول: طلب نزول الملائكة لكي يخبروهم بصدق محمد صلى الله عليه وسلم. وطلبوا أيضا أعظم من ذلك، طلبوا رؤية الله لكي يخبرهم أن محمدا رسول من عند الله عز وجل. انظروا إلى هذه الشبهة، فهم يعللون كفرهم ويقولون: ليس عندك يا محمد دليل على صدقك، هيا فلتنزل الملائكة، بل ولينزل رب الله الذي أرسلك لكي يخبرنا بصدقك يا محمد. هذه الشبهة تكشف أن هؤلاء المشركين تجاوزوا كل حد في الطغيان، وهم لا يبالون بلقاء الله، بل ولا يخافون من أهوال يوم القيامة، ويطلبون هذه الطلبات على سبيل التعنت والعناد والاستكبار. بل لو كانوا يبحثون عن الحق والحقيقة لرأوهما أمام أعينهم. قال الله عز وجل ردا على هذه الشبهة التي تدل على طغيانهم وتجاوزهم الحد في الطغيان، ماذا قال الله عز وجل لهم؟ أنتم تريدون الملائكة؟ إذن يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. إذن أنتم تريدون رؤية الملائكة، أليس كذلك؟ إذن سوف ترون الملائكة. هددهم الله عز وجل وتوعدهم أنهم سوف يرون الملائكة، لكن متى؟ عندما لا يفيد وقت ذلك الندم، لا يفيد الندم عند قبض الأرواح
وعند الحساب يوم القيامة. فتجد أرواحهم عندما تقبض ينظرون إلى السماء وكأنهم يرون شيئا لم يروه من قبل. هؤلاء هم الملائكة، سيرون الملائكة عند قبض أرواحهم وعند الحساب، ولكن بصورة تثير فزعهم وخوفهم وهلعهم، لأن الملائكة في ذلك الوقت لا تبشرهم بخير، بل تبشرهم بالعذاب الأليم. فيطلبون في ذلك الوقت عندما يرون الملائكة من يحميهم من عذاب الملائكة بقولهم حجرا محجورا، حجرا محجورا، يريدون حاجزا يمنعهم من تلك الرؤية. إذن هم طلبوا طلبين، طلبوا رؤية الملائكة وطلبوا رؤية الله عز وجل. فرد الله عز وجل عليهم وقال لهم نعم سترون الملائكة، ولكن متى؟ عند قبض أرواحكم وعند الحساب. في ذلك الوقت سترون الملائكة ولكنها بشكل تثير فزعكم وخوفكم، تبشركم بالعذاب الأليم، وتأتيكم بالعذاب الأليم. في ذلك الوقت أعزائي الطلاب في ذلك الوقت الذي سيرون فيه الملائكة، ما مصير أعمالهم الدنيوية؟ وهل تنفعهم يوم القيامة؟ قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. في ذلك اليوم الذي سيرون فيه الملائكة تصبح أعمالهم هباء منثورا، أعمالهم الدنيوية التي ظنوها شيئا عظيما سيتبين لهم أنها لا وزن لها ولا قيمة لها عند الله. لماذا؟ لأنها لم تكن لله عز وجل، لأنه لم يكن لله فلا يقبله الله ولا يثيب عليه. فلذلك أعزائي الطلاب احرصوا دائما إذا عملتم عملا صالحا أن تخلصوا النية لله حتى يقبلها الله عز وجل، حتى ولو كان عملا صغيرا، فإن الله يكبره وينميه يوم القيامة حتى تراه يوم القيامة عملا عظيما جدا. أيضا في ذلك الوقت، في ذلك اليوم الذي سيرى الكفار الملائكة، كيف سيكون حال المؤمنين أصحاب الجنة في تلك اللحظة؟ قال الله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هؤلاء المؤمنين الذين آمنوا بالله وتوقعوا لقاء الله في الدنيا، ولم يطلبوا رؤية الله والملائكة في الدنيا على سبيل التعنت والعناد، بماذا جزاهم الله عز وجل؟ لا يأتي منتصف النهار على المؤمنين في ذلك الوقت إلا وقد استقروا في الجنة. الله أكبر. وهم من المكان في أحسن مكان، ومن الزمان في أطيب زمان، ومع خير الناس، يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأنهم آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لم يصدقوا تلك الشبهات التي أطلقها الكفار والمشركون. إذا كان هؤلاء المؤمنين في أحسن مكان وفي أحسن حال، ماذا نفهم من قول الله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا؟ وعلى ماذا تدل هذه الآية الكريمة؟ تدل على أن انتهاء حساب الخلاق سيكون في نصف يوم. الله أكبر. كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تبارك وتعالى يفرغ من حساب الخلق في نصف يوم، فيقيل أهل الجنة في الجنة ويقيل أهل النار في النار، والعياذ بالله، نعوذ بالله من النار ومن أهلها. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة في أحسن مكان وفي خير حال. الهدف الثاني، بعض أهوال يوم القيامة الواردة في الآيات. إذن انتهينا من الهدف الأول، ذكرنا شبهات المشركين وعرفنا كيف رد الله عز وجل عليهم، طلبوا رؤية الملائكة، ثم إن الله عز وجل قال لهم سترون الملائكة ولكنكم سترون الملائكة عند الموت وعند الحساب. الهدف الثاني، بعض أهوال يوم القيامة التي وردت في الآيات الكريمة. قال الله عز وجل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن
وكان يوما على الكافرين عسيرا. ما هي أهوال يوم القيامة التي ذكرتها الآية؟ أعد مرة أخرى. قال الله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. إذن العلامة الأولى أو بعض أهوال يوم القيامة أن السماء تنفرج وتنكشف من خلالها السحب وتتفتح السماء، والعلامة الثانية نزول الملائكة نزولا مؤكدا في هذا اليوم، يكون الملك كله لله وحده فقط، ويكون يوما شديدا عصيبا على الكفار الذين تجاوزوا الحد بملكهم وقوتهم وسلطانهم. يقال وقتها: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. في ذلك الوقت يعض الظالم على يديه في ذلك اليوم الشديد العصيب، في ذلك اليوم المخيف، في ذلك اليوم المهيم. لماذا يعض الظالم على يديه يوم القيامة؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يعض الظالم على يديه يوم القيامة من شدة الندم والحسرة لعدم اتباعهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يتمنون لو أنهم فقط اتبعوا سبيل الحق بدلا من اتباع أصدقاء السوء وأصحاب السوء الذين فضلوا صداقتهم على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أعزائي الطلاب، أسألكم سؤال: هل في ذلك الوقت ينفع الندم؟ هل في ذلك الوقت يستفيد الندم منه؟ هل سيعود الزمن به إلى الوراء؟ أبدا، لن يفيد الندم في ذلك الوقت. لكن الآن هناك سؤال أعزائي الطلاب: ما وجه الشبه بين أفعال الشيطان وبين أصدقاء وبين صديق السوء كما فهمنا من الآية؟ بيّن الله عز وجل ذلك فقال: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الشيطان يزين الباطل والأفعال السيئة للإنسان، وكذلك الصديق السيء يزين الفعل السيء للصديق، فهما يشتركان بالفعل، وأيضا الاثنان يصدان لا يستطيعان أن يدافعان عن بعضهما البعض. في ذلك الوقت أين سيكون الصديق السوء؟ سيقول: نفسي يريد أن ينجو هو أيضا. أين الشيطان في ذلك الوقت؟ يقول: يتبرأ، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يقول ذلك. فوجه الشبه بين أفعال الشيطان وبين صديق السوء أن الشيطان والصديق السيء يزينان الباطل ويعدان بالأمان، ثم بعد ذلك يتخلون عن الإنسان ولا يفيدونه في شيء. الهدف الثالث: ما هي الدروس المستفادة من الآيات؟ قبل أن تكمل هذا الفيديو عزيزي الطالب، أخرج ورقة وقلما، وأريد منك أن تكتب ما الذي استفدته من تفسيرنا لهذه الآيات في الدرس الجزء الأول وفي الجزء الثاني. استنتج ما ترشد إليه الآيات. أولا: الكبر والاستعلاء يصدان عن الحق والهدى، فلذلك حاول أن تستخرج من قلبك كل ذرة من ذرات الكبر. إياك أن تستكبر عن الحق حتى لو جاءك من إنسان صغير أو أنت لا تحبه، فالحق أكبر من كل شيء. ثانيا: التحذير من قرناء السوء. انتبه على نفسك من أصدقاء السوء الذين يأمرون بك بالمنكر ويزينونه لك ويظهرونه أمامك أنه من الأعمال الحسنة. ثالثا: المؤمنون يأمنون في الجنة ويوم الفزع الأكبر، يؤمنهم الله عز وجل في ذلك اليوم المخيف المفزع. عزيزي الطالب، حتى تتأكد أنك فهمت هذه الدرس والمعلومات وتحققت فيك الأهداف، أهم الأسئلة التي ينبغي عليك حلها: ما القول الذي يتعوذ به الكفار من الملائكة عند رؤيتهم؟ ماذا يقولون؟ حجرا محجورا. طيب، علل تشبيه أعمال الكفار بالهباء المنثور. لماذا شبه الله عز وجل أعمالهم بالهباء المنثور؟ أذكر اثنين من الأمور الخارقة للعادة التي تحدث يوم القيامة، كل هذه موجودة في الآيات، أعد قراءتها مرة أخرى وأجب عن هذه الأسئلة. في الختام عزيزي الطالب، نلتقي على خير بإذن الله، أتركك في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.